بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا طالبة أمجاد الجنيدل من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قسم علوم الحاسب مستوى سابع. واليوم بإذن الله في هذا العرض راح نقدم شرح بسيط عن الليمون بارسر. في البداية لازم نعرف إيش هي الليمون بارسر جنريتر. طبعا هي أحد الأدوات المستخدمة في الكومبايلر كبارسر تول، وتعتبر من أحد أنواع LALR1 بارسر، وهي تؤدي نفس عمل البايثون والياك. وكما نعلم أنهم أداتين مشهورتين ككومبايلر بارسر تولز، لكن هنا الاختلاف يكمن في أن الليمون ليست نسخة من البايثون والياك، وذلك لأنها تستخدم قواعد سينتاكس مختلفة. والهدف من تصميم هذه الأداة هو تقليل عدد الأخطاء الشائعة عند كتابة الكونتكست فري جرامر رولز. الليمون بارسر تستخدم أساليب أكثر تعقيداً من الأساليب المستخدمة في البايثون والياك لهدف أن تكون أسرع. طبعاً ليس بالضرورة أنها استخدمت أساليب أكثر تعقيداً هذا يجعلها أسرع، لكن في حالتنا هذه نعم الليمون أسرع من البايثون والياك. أيضاً تم تطبيق خصائص معينة لتمنع الهدر الذي ممكن أن يحصل في الموارد على سبيل التخصيص الذاكرة. الليمون أيضا مناسبة ليتم استعمالها في برامج التي تستغرق وتحتاج وقت كبير جدا عند تنفيذها، مثل برامج Graphical User Interface. في هذا السلايد راح نتعرف على الهدف الأساسي من الليمون بارسر. طبعا الهدف الأساسي هو تحويل أي Context Free Grammar من أي لغة إلى C Code من خلال هذا البارسر. طبعا أنواع المدخلات، قد يكون عندي grammar specification أو قد يكون grammar specification والتمبلت مطلوب. في حال أنه لم يتم تحديد التمبلت هذا من قبل المستخدم، فالليمون بارسر راح يستخدم الديفولت تمبلت الموجود، والذي في الغالب يعمل بشكل ممتاز ليوفي جميع احتياجات. والاستخدام الليمون يتم كتابة ليمون gram.y في الكوماند برومت. طبعا هذا الملف gram.y يحتوي على الكونتكست فري جرامر المراد ترجمتها. بالنسبة للأوتبوت راح يطلع لنا 3 أوتبوتس. الأول هو عبارة عن C كود على ملف C، 2 هيدر فايل يحتوي على التيرمينلز مرقمة، الثالث ملف يحتوي على ستيتس للبارسر المنتج من الجرامر المعطى. بالنسبة للليمون انترفيس، طبعا نقطة ضرورية لازم نعرف ان الليمون بارسر ما يطلع لنا برنامج كامل قابل للتنفيذ، لكن هو يطلع لي فقط functions وسبروتينز، والمستخدم هو يجب عليه ان يسخر هذه الفونكشنز والسبروتينز بالشكل الذي يحتاجه. طيب قبل ما نبدأ بإنشاء البرنامج يجب علينا تعريف بوينتر للبارسر بهذا الشكل الواضح أمامكم في سلايد. في آخر البرنامج يلزمنا تحرير الذاكرة التي قمنا بحجزها في البداية للبارسر، والغرض طبعا هو عدم إهدار الميموري. طبعا يتم ذلك بهذا الشكل الموضح في السلايد. في هذا السلايد نشوف مثال لطريقة كتابة البرنامج. طبعا يحتوي على بعض التعريفات الضرورية، مثل ما نشوف في لاين 3 مثلا عندنا تعريف للفويد بوينتر الذي سوف نستخدمه لحجز ذاكرة للبارسر. في لاين 9 أيضا نشوف أننا قمنا بحجز ذاكرة للبارسر، وفي لاين 17 مثلا نشوف أننا قمنا بإرجاع الريبورت الخاص بالستيتس. في هذا الجدول نوضح بعض الاختلافات بين الليمون والياك والبايسون. أول اختلاف عندنا هو أنه في الياك والبايسون البارسر هو الذي يقوم بعملية منادات الليكسيكال أنالايزر، لكن في الليمون العكس. الاختلاف الثاني أنه في الياك والبايثون يتم استخدام Global Variable لنقل البيانات بين البارسر والتوكنايزر، لكن في الليمون لا يتم استخدام Global Variables لعملية النقل هذه،
أيضا في الياك والبايثون لا يسمح أن يكون أكثر من بارسر يعمل بنفس الوقت، لكن في الليمون يسمح بهذه الميزة. في هذا السلايد راح نتكلم عن الانبوت فايل اللي يحتوي على الجرامر. الملف راح يحتوي على الجرامر اللي راح نسوي لها بارسينج، وأيضا راح يحتوي على معلومات إضافية يحتاجها الليمون لإتمام عمله. أغلب الوقت راح يكون مخصص لكتابة هذا الملف. البايثون والياك عندهم تقسيمات مثل sections, divisions، لكن في الليمون ما لا توجد هذه التقسيمات. ممكن أننا نعرف أي شيء نحتاجه في أي مكان في الملف، لا يشترط أن تكون التعريفات في مكان محدد، إنما عادي يعني يتم التعريف في أي مكان. الليمون بالغالب يتجاهل الوايت سبيسز إلا عندما يتم استعمالها للفصل بين تو توكنز. بالنسبة لكتابة الكومنتس، فطريقة كتابتها هي نفس طريقة كتابة الكومنتس في السي بالشكل المعروف. بالنسبة لطريقة كتابة التيرمينال والنون تيرمينال في الانبوت فايل فهي كالتالي: بالنسبة للتيرمينالز يجب أن تكون string تبدأ بكابيتال لتر، والأفضل طبعا أن يكون كامل string كابيتال لترز. وبالنسبة للنون تيرمينال فيجب أن تكون string أول حرف لها small letter، ويفضل أن تكون جميع الأحرف small letters. سوف نستعرض في هذا السلايد طريقة كتابة الجرامر. جميع الرولز يجب أن تبدأ بنون تيرمينال في الليفت سايد، متبوعة بعلامتي كولون متتاليتين متبوعة بإيكوال، وفي الطرف الأيمن تكون لستة من التيرمينال أو النون تيرمينال متبوعة بنقطة في آخر السطر. وأيضا يمكن أن يكون الطرف الأيمن empty أو فارغ، يسمح بأن يكون فارغ. وبالنسبة لأول قاعدة دائما الطرف الأيسر لها هو بداية الجرامر. في السلايد هذا راح نشوف مثال لطريقة كتابة الرولز للإكسبريشن. ممكن أننا نكتب بلوك في لغة السي بعد أي رول ليتم تنفيذ هذا الكود عند عمل ريديوس لهذه القاعدة، كما هو واضح عندنا هنا بالمثال. في حال وجود ambiguity نوعها shift reduce conflict يكون حلها بعمل shift، وفي حال أن الامبيجوتي كانت reduce reduce conflict يتم حلها بعمل reduce للقاعدة التي وردت أولا في الملف. في هذا سلايد سوف نستعرض طريقة معالجة الأخطاء. في البداية يتم تنفيذ الكود المحدد في الدايركتيف سينتاكس ايرور، ثم يتبع الآلية التالية. في البداية يقوم بعمل بوب للستاك لحد ما يقدر يعمل شيفت للنون تيرمينال ايرور، ثم يعمل شيفت لهذه النون تيرمينال اللي حصلها، بعد ذلك يكمل بارسينج. بالنسبة للسنتاك ايرور روتين فهو لن يتم تنفيذه مرة اخرى الا بعد عمل شيفت لثلاثة توكنز جديدة. في حال تم عمل بوب لكامل الستاك بحيث انه خلص جميع العناصر الموجودة في هذا الستاك ولم يعمل أي شيفت لإيرور، راح يتنفذ بارس فيلد روتين، وعند هذه الحالة يمكننا القول أن البارسر غير ناجح. بعد ذلك طبعا يتم عمل ريست للبارسر ليكون جاهز لعمل بارس لملف جديد. هنا بعض المصادر التي تم الاستعانة بها لعمل هذا العرض البسيط. شكراً لوقتكم، وأتمنى أن العرض هذا كان مفيد لكم.